طيب سافرنا بقى واحترفنا في ألمانيا، هانزا روستوك. كان وقتها يا كابتن، ده كان وقتها فريق كبير يعني، يعني وقتها ده كان كنا انتوا بنكسب بايرن، الجيل كانوا بيكسبوا الذهبي، بايرن. اه بالظبط. الجيل يعني الذهبي انتوا. هو احنا طبعا الفتره اللي احنا قعدناها، انا قعدت 6 سنين، كابتن عماره قعد 3 سنين ونص معايا. هقول لك انا حاجه حصلت يمكن بعد تقريبا 3 اسابيع من التمرين. جهزت كل لبسي في الشنطه وناوي الرحيل. يعني ليه؟ الحياة صعبة جدا جدا بطريقة ما تتخيلهاش. ما انا لسه زوجتي عشان تيجي لازم ابعت لها دعوة، ويعني قصة كده طب بتاعت ال... ايه الصعوبات اللي واجهتك يا كابتن تخليك بعد 3 اسابيع تحضر اولا الشنطة وراجع؟ يعني انجليش مفيش، تمام عربي بالعافية. تمام مش قادر اتعامل. فضلت حوالي تقريبا 3 اسابيع اكل ساندوتش واحد، وهي حاجة واحدة، كانت حاجة اسمها دونر تركي، الوحيد اللي عارفه ان هو حلال. فاخلص تمرين الصبح اطلع عليه اكل الساندوتش واطلع على البيت الساعه 5 العصر. النهار يعني الشمس مش عايز اقول لك عامله ازاي، وانا اخش انام. ما انا مش عارف اي حاجه ومش فاهم اي حاجه، والتلفزيون كله بالالماني، ولا عارف برضه اتفرج على مفيش ايه. حد من اهلك بتتواصل معاه بقى كان يقف في انت ظهرك الفتره 96 دي دي؟ كانت لسه مفيش. يعني دخول حتى الموبايل يعني لسه، ها، ومش موجوده الا في القاهره. يعني في المحافظات ما كانش بيشتغل، كان شغال بس قاهره. طب وايه اللي صبرك، ايه اللي قواك وخلاك تكمل؟ بصي انا طبعا الحمد لله انا كنت من اسره متواضعه. حطيت مشوار حياتي كله قدام عينيا، ان انا يعني بعد كل ده، انا لعبت 6 سنين في البلديه دوري ممتاز، وكان بقالي سنه في منتخب مصر. ما قدرتش اعمل اي حاجه، انا بكلمك بكل صراحه. يعني ما كانش معايا غير 4000 جنيه، هي دي كانت تحويشه العمر من ال... وعربيه كنت شاريها ساعتها ب 18000 جنيه. بالظبط زي ما بقول لك كده يعني. والعربيه دي اتباعت في الجواز كمان يعني. كمان اه كان لازم تكمل يا كابتن. فبصراحه يعني من مع شده الحياه هناك وصعوبتها، قلت لا لازم يعني خلاص. والله انا بكلمك بكل صراحه ان انا فعلا قفلت شنطتي وخلاص، يعني تعبت. واحنا كنا حاطين شرط في العقد، لو انا ما قدرتش اتاقلم من حق الرجوع بدون اي شروط جزائيه. تمام. بس انا قلت يعني برضو هرجع، والدنيا والناس وهيقولوا عليك ايه، وفشل ومش فشل، ومراتي ومراتي اللي وعيلتي. لسه هتيجي، ويعني الموضوع كان هيبقى اسوأ يعني. فقدرت ان انا الحمد لله اكمل، وقدرت ان انا ابقى ليا مكان اساسي في الفريق. والناس هناك يعني كان جيت في فتره من الفترات بيعتبروني الماني، يعني قالوا دي لي خلاص احنا حقيقة. حاسين انت مننا، مش احنا حاسين ان انت عمود من عمدان الفريق، ما ينفعش انك تمشي. احنا في ناس بنمشيها ونجيبها كل سنه، لكن انت لا. في ناس كده 5 6 7 لعيبه في الفرقه ما ينفعش يمشوا، دول لازم يبقوا ايه موجودين، ونكون عليهم كل سنه، نغير ناس نجيب ناس. كنت نجم من نجوم الفريق يا كابتن والله فعلا. الحمد لله انا لعبت 134 مباراه هناك، يعني بصرف النظر بقى عن فترات الاصابه اللي انا كنت بتصاب فيها. يعني حوالي لو جمعناها كده تطلع لها بتاع 8 شهور ولا حاجه اصابات. لكن الحمد لله كان الناس بتعتمد عليا بشكل اساسي، كانت علاقتي بيهم فوق الممتازه. كان عندي اصدقاء من المانيا، اسر كانت بتيجي تزورني هنا في مصر، لكن الفتره الاخيره طبعا مع الظروف اللي بتحصل دي بطلوا ييجوا يعني. علاقتي بالنادي لسه مستمره الحمد لله. طب الاحتراف فرق معاك في ايه يا كابتن، في تفكيرك وفي في حياتك بشكل عام؟ بصي يعني طبعا هو ما فيش شك ان هو فرق معايا يعني. فرق معايا فعلا زي ما حضرتك قلت، في تفكيري، في اسلوب حياتي، في نظامي والتزامي. يعني انا في الاول صحيح كنت بنام الساعه 5، لكن بعد ما زوجتي وصلت بقيت انام الساعه 9. حته النظام والالتزام مهمه جدا لعيب الكوره. لعيب الكوره بينهي حياته ولسه في ناس بتبدا حياتها العمليه. لان انت على في ناس بتبطل 30، في ناس ما بين ال 30 وال 35 اللاعب بيبطل، بيبقى في ناس لسه هتبدا حياتها العمليه. فالمفروض كل لعيب يفكر فيها كويس. انت بتفكر انك عايز تخرج وتروح وتيجي وبتاع، ما انت عندك الحياه بعد كده تقدر تخرج وتروح وتيجي، لكن الفتره دي مش هتقدر ترجع ثانيه فيها.
الثانية اللي بتعدي صعب إن هي ترجع. فأنا بقول لكل لعيب استفيد من كل لحظة أنت بتلعب فيها كورة، لأن بعد كده هتندم على كل لحظة عدتها من غير ما تستمتع فيها بلعب الكورة. الحياة الاحتراف نظمت لي حياتي، غيرت تفكيري خالص. صحيح الواحد مثلا، انا هنقول احنا من قريه، لما بروح المركز غير الناس اللي بتفكر في المركز، أكيد غير القريه، أكيد في المحافظه غير المركز، طبعا في القاهره هنا غير المحافظات كلها كمان يعني. فاكيد التفكير بيتغير وبيتغير للاحسن. بدات اخد الحاجات الكويسه اللي ممكن تفيدني في حياتي، الحاجات طبعا اللي هي غير عاداتنا وتقاليدنا ببعد عنها. هم كانوا بيحترموا ده فينا جدا، حته الصوم، حته الصلاه، كانوا يعني ناس فعلا يبقى بياخد دش مثلا وانا بصلي يجي يعدي يقوم راجع. استغربهم ازاي انت بتفضل طول اليوم من غير لا اكل ولا شرب وممكن تلعب 90 دقيقه وتبقى افضل من اللي موجودين وبدون ما بتشرب ولا بتاكل. فكانت حاجات بصراحه ممتعه، وهم كانت بتشد انجذابهم جدا، لدرجه ان في بعض الناس فيهم خاصه بتوع العلاج الطبيعي كانوا يقولوا لي احنا عايزين قران بس ممكن تجيبوا لنا بالالماني، عايزين نقرا، عايزين نشوف. طب على الجانب الثاني، تعرضت لمواقف مثلا مش كويسه خلال فتره الاحتراف دي، موقف ما تنساهوش مثلا؟ هي مره واحده في الاول خالص، روستوك دي هي يعني ايه المانيا الشرقيه، فكان فيها عنصريه قويه يعني. وقبل ما اروح تقريبا بشهر او اتنين كان في 20 واحد ماتوا في على محطه القطر تراكوا بسبب العنصريه يعني، وحرقوا بيت بتاع اللجوء بتاعه، حاجات كده كتير. فالمهم يعني الحدث الوحيد اللي حصل معايا، احنا كنا بنسخن في مباراه وحد حدف عليا علبه من العلب اللي هم بيشربوا فيها دي. بس طبعا يعني عشان انا عربي يعني ده موقف حصل، وحصل رد فعل كويس جدا من الجمهور نفسه، وبقى في لافتات في المدرجات، احنا بنحب المصريين واحنا معاك وانت مننا، والكلام اللي هو طبعا طبعا انا طلعت في الاداره وكنت زعلان جدا، لكن الناس بصراحه تفهموا الموقف واعتذروا لي كتير. بس من زمايلك في الفريق يا كابتن او الاداره او كده ما كانش في اي نوع من خالص المعارف. بصراحه يعني هو في الاول طبعا مفيش شك ان انت واحد اجنبي جاي يعني طبيعي، هو كان كده في عنصريه اصلا في البلد، لكن بعد فتره ومش طويله الحمد لله، ان كان في لعيب في الفرقه قبليه افريقي جوني اجبابوري، ده كان بيلعب منتخب نيجيريا، كان موجود وكان من العناصر الاساسيه في الفرقه، فكان برضو مسهل لي الامور شويه، ما كانش مصعبه عليا، فقدرت اندمج مع الناس بسرعه. وبصراحه هي حته اللغه برضو اللي فرقت معايا في الاخر يعني، بعد حوالي سنه كده بدات افهم واخبط يعني افهم واخبط كلمه من الشمال على كلمه من اليمين بيفهموني. لا هي الميزه فيهم ايه، ان هم هو لازم يفهمك او هو عايز يفهمك، فبيجمع الكلمه من هنا ومن هنا ويبدا يعمل لي انا الجمله اللي انا عايز اقولها ويوضحها لي. لكن بعد سنه ونص الحمد لله كنت بفهم وبقدر اتكلم، فالحياه كانت بالنسبه لي تغيرت 100% يعني بعد ما قدرت اتكلم الماني.